السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم النهاردة في فيديو جديد من فيديوهات قناة الطبخ بقى أسهل. النهاردة هعمل لكم إن شاء الله كحك زي ما قلت لكم. عايزة أقول لكم إن أنا هعمل الكحك، طبعا كلكم بتحبوا، كل يعني بيت وليه ذوق في الكحك وفي طعم الكحك وطريقته. أنا هقول لكم كل الأذواق، يعني مثلا اللي بيحب الكحك الدايب هقول لكم هتعملوا إيه بالظبط، وأنا هعمله الحقيقة يعني متوسط. أنا ما بحبهوش دايب قوي، لأنه مش دايب قوي بيبقى صحي أكتر وبيبقى رائع جدا في الطعم، وبجد جربوا اللي أنا هعمله ده هتتبسطوا جدا منه. أنا عايزة أقول لكم المقادير بتاعتي النهاردة. معايا كيلو دقيق، ومعايا نص كيلو سمنه. النص كيلو سمنه دي بتتوزن سايحه، يعني انا يعني الكيلو عليه نص كيلو سمنه، هوزن النص كيلو ده سايح مش هوزنه جامد. اي مقدار دقيق هيبقى المقدار بتاع السمنه بتاعه نص كميه بالظبط، يعني 5 كيلو دقيق ليهم 2.5 سمنه، ال 10 كيلو دقيق ليهم 5 كيلو سمنه متسيحه. ده يا جماعه سيبوا لكم ان شاء الله في صندوق الوصف المقادير دي عشان كل واحد يعمل المقادير اللي هو عايزها. انا بعمل معاكم كيلو كده استرشادي عشان نعرف هنعمل مع بعض الكحك ازاي. طب ازاي بقى يفرق الكحك الدايب عن الكحك المتوسط اللي انا هعمله دلوقتي؟ اللي هيفرق كوبايه الميه دي. كوبايه الميه دي يا جماعه هي اللي هتدي الكحك يعني انه يبقى القوام بتاعه شويه متماسك، يعني هو هيبقى برده ناعم بس مش هيبقى دايب قوي، بس هيبقى جميل جدا جدا بالطريقه دي. دي على فكره مقادير مضمونه، يعني لو جربتوها زي ما هقولها لكم بالظبط هي دي المقادير المظبوطه 100% بالنسبه للناس اللي عايزه الكحك يكون مش دايب قوي، يعني يكون متماسك شويه. انا هحط كوبايه الميه دي، طبعا كوبايه الميه دي دافيه، فهي طبعا هنعمل بنصها الخميره والنص الثاني هنضيفه على الدقيق. عايزه اقول لكم بقى المكونات الجافه بتاعتنا اللي هتتحط على الدقيق، ده عباره عن معلقتين كبار سمسم. سمسم هاتوا سمسم الحلويات، انا ده سمسم عادي وانا محمصاه، انتوا جيبوا سمسم الحلويات جاهز افضل. ودي ذره ملح، ودي يا جماعه ريحه الكحك، اسمها ريحه الكحك، بتجيبيها من عند العطار اسمها ريحه الكحك. هتحطي ربع معلقه شاي منها بس، وهنا ده يعني اقل من ربع المعلقه محلب. ايه بقى المحلب ده؟ انا سايبه لكم شويه كده مش مطحونين عشان بس اوريهم لكم. ده يا جماعه المحلب، المحلب ده عباره عن زي ما انتم شايفين كده، بنجيبه ونطحنه بمعلقه سكر في المطحنه، وبعد كده بنروح نخلينه كده في حاجه ينزل ناعم زي ما انتم شايفين، يوصل للحاجه اللي انا ايه وصلت لها دي، هو ده المحلب. طبعا المحلب وريحه الكحك بيدي الكحك ريحه جميله جدا جدا، اللي انتوا دايما تحبوها وتشموها في الكحك وتقولوا ازاي الكحك ده ليه نكهه جميله كده. دي كانت مكوناتنا. طبعا كيلو الدقيق هياخد ربع كيلو ملبن للحشو، طبعا حسب رغبتكم، ممكن عايزين تحشوا عجوه ماشي، ممكن ساده ماشي، زي ما انتوا عايزين. المهم انا هحشيه ملبن، وعايزين نبدا بقى مع بعض كده الخطوات. طبعا ما تنسوش ان في خميره بيره، انا ما بستخدمش الخميره الفوريه في الكحك، خميره بيره في الكحك اساسي. هنعمل ايه بقى في الخميره؟ يلا بقى نبدا مع بعض. دلوقتي بقى اول حاجه هعملها هعمل الخميره واركنها كده 5 دقائق على بال ما احط السمنه والحاجات، وبعدين نستعملها على طول، يعني انا مش هسيبها تخمر الاول ولا حاجه. انا هحط دلوقتي معلقتين سكر كده على الخميره، بس معلقتين سكر بس، ما تكتروش السكر عشان احنا مش عايزين الكحك في الاخر يبقى متحمر، احنا عايزينه يبقى لونه فاتح كده وحلو. انا دلوقتي هقلب كده بالمعلقه تقليب خفيف عادي خالص اهي، عشان بس اضيف عليه الميه. طبعا انا هضيف نص كوبايه الميه بس، انا مش هضيف الكوبايه كلها، هضيف نص كوبايه والنص الثاني هعمل هعجن بيه اهو، بس كده هقلبها كده في الخميره تقليب كويس جدا، وبعدين هقفل عليها. طبعا انا بحب قوي اعمل في العلبه دي عشان هي مقفوله كويس محكمه الغلق اهي، انا بس بعمل كده عشان اتاكد ان الخميره شغاله. هقفل عليها كده شويه وبعدين ايه نشوف هنلاقيها عامله ازاي مع بعض. لو لقيناها كده بتراغي كده وبتعمل صوت شويه كده يبقى هي فعلا شغاله. خلاص انا كده هقفل عليها. هركنها بقى خلاص، وبعدين نبدا نشوف هنعجن الدقيق بتاعنا ازاي. اول حاجه هجيب كده الدقيق، هحط عليه المكونات الجافه الاول كده، السمسم وذره الملح وربع ربع معلقه اللي هي ريحه الكحك، واقل من ربع المعلقه محلب زي ما قلنا. دي المكونات الجافه بتاعتنا بس، مش هحط اكتر من كده. هنقلب بقى مع بعض الاول المكونات الجافه دي كويس قوي. بسم الله الرحمن الرحيم كده. طبعا يا جماعه السمنه سخنه جدا جدا، لازم السمنه تكون سخنه جدا جدا، ده اساسي في الكحك كده. هبدا بقى اضيف السمنه بتاعتي. بسم الله الرحمن الرحيم، زي ما قلت لكم السمنه فعلا سخنه جدا كده. خلاص هقلب بقى
انا هقلب الاول كده بس ايه علشان السمنه سخنه جدا مش هتحملها بايدي الاول، وبعد كده هنضيف عليها الميه. هشيل بقى دي خالص وابدا اشتغل بايدي. بسم الله الرحمن الرحيم، خفيف خفيف كده. هعمل ايه؟ هحاول ادوبه في بعضه كده شويه، وبعد كده يعني تقليب خفيف، انا مش عايزاه دايب اهو كده. هضيف بقى ايه، يا دوب هو اتقلب في السمنه كويس جدا اهو. هحط بقى كوبايه الميه اللي هي طبعا النص اللي باقي، انا خدت النص الاولاني للخميره. هبدا بقى اعجن ال نص كيلو الدقيق بتاع اللي هو كيلو الدقيق. هنحط بقى بالمرة الخميرة علشان اكمل العجن بتاعي بالمرة. بسم الله الرحمن الرحيم، زي ما انتم شايفين كده بتعمل صوت اهيت وشوية رغيت خفيفة اهي، يبقى هي كده شغالة. هكمل بقى العجن بتاعي. بسم الله الرحمن الرحيم، مفيش اسهل من كده، سهل جدا جدا، والعجن بيتعجن بسرعه جدا لان المقادير دي مظبوطه وكويسه. فانتوا جربوا بنفس الطريقه كده هتتبسطوا جدا من النتيجه على فكره. خلاص انا كده قلبت الخميره والميه والسمنه والمكونات الجافه، ما عادش عندي اي حاجه غير ان انا هسيبها ترتاح حبه بسيطه وبعدين ارجع اقطع. ترتاح شويه صغيرين جدا مسافه ما اجهز الصاجات اللي هقطع عليها، وبعدين ابدا اقطع الكحك، وطبعا هنسيبه يخمر على الصاج. كده خلاص انا خلصت العجن بتاعي، انا كده هغطيه بالاسترتش وهسيبه شويه يرتاح بسيط قوي على بال ما اجهز زي ما قلنا اللي هي الصاج بتاعي. بسم الله الرحمن الرحيم، وقت بسيط جدا لان انا مش هخمره دلوقتي، انا هخمره على الصاج بعد ما دلوقتي. يا جماعه نرجع بقى عشان نقطع مع بعض الكحك بتاعنا. عايزه اقول لكم بقى ان انا الربع كيلو ملبن انا قطعته كده في معلقتين سمنه وكسرته كده عشان يبقى طري كده وسهل واحنا بنحشيه، وفي نفس الوقت عشان يبقى طري برده جوه الكحكايه نفسها. خلاص كده انا جهزت الملبن وجهزت العجين، هنبدا بقى نقطع مع بعض. اوريكم هنقطع مع بعض الكحك ازاي. هجيب الصاج بتاعي كده، وبعدين هاخد كده حته عجينه صغيره. بسم الله الرحمن الرحيم، كده هدورها كده كويس بايدي، يعني اخليها ايه، اخليها بايدي كده يعني تطرى كده وتبقى كويسه اهي، واروح فاتحه لها فتحه كده، واروح جايه حاطه فيها قطعه الملبن كده اهي، واقفل عليها. خدوا بالكم وانتوا بتحطوا وتقفلوا ان الملبن ما يبانش من اي ناحيه علشان هيتحرق، الملبن اللي طالع من العجين هيتحرق. كده انا طبعا هحطه كده وهسيبه زي ما هو كده في الصاج، علشان انا دلوقتي هنقشه مش بمنقاش عادي ولا بالشوكه، انا هنقشه بالبصامه العاديه علشان هي لسه هي اللي هتبططه. هحطه كده. بسم الله الرحمن الرحيم، نعمل كمان واحده. بسم الله الرحمن الرحيم، كده صغروها قد ما تقدروا لان هي لسه هتكبر وهتخمر، فاحنا هنعملها كده اهي. اعملوها كويس جدا، خلوها ناعمه في ايديكم، وبعد كده روحوا جايين فاتحين الفتحه بتاعه الملبن، وبعدين جايبين قطعه الملبن كده حاطينها، وبعدين اقفل عليها العجينه الاول عشان اتاكد انها مش باينه كده، وبعدين الف تاني بايدي علشان ابين ان هي دايره، تبقى شكلها دايره اهي، ومش هعمل فيها حاجه. بصوا البصامه دي، البصامه دي هي اللي انا هشتغل بيها، البصامه دي سهله جدا جدا، انتوا بتعملوها دايره كده اهي. هوريكم عشان انا اكمل التقطيع بتاعي، واوريكم ازاي انا بعد ما بعملها اهي، بنزل بيها على الكحكايه كده اهي، بتروح فارده الكحكايه كويس جدا وتعمل لها النقشه من فوق اهي كده كمان. طبعا انا بعد كده هوسع المكان شويه علشان احافظ ان يبقى لسه هيخمر، يعني لازم يتخر عن بعضه شويه كده. هرص بقى باقي الصاجات بتاعتي وهسيبها تخمر، وهوريكم بعد ما تخمر شكلها عامل ازاي قبل ما ادخلها الفرن، عشان اعرفكم هتدخلوها على فرن حرارته عامله ايه،
وبعدين دلوقتي بقى انا هكمل التقطيع بتاعي وهعمل بالبصمه دي. البصمه دي على فكره انصحكم بيها يعني اسهل بكتير من المناقيش ومن اللي بينقش بالشوكه. اللي بينقش بالشوكه ده بجد برافو عليه يعني، ان هو بياخد وقت طويل وبيتقنها، فده بيبقى النقشه بتاعته باينه. وكده كده هنحط عليه سكر في الاخر، وحتى لو ما حطيناش سكر فبرضه النقشه بتاعته دنها ظاهر عادي بعد التسويه. طبعا هوريكم كل حاجه خطوه خطوه، هكمل التقطيع بتاعي ويخمر وارجع لكم تاني. ده بقى دلوقتي يا جماعه الكحك بتاعنا بعد ما خمر، زي ما انتم شايفين لون العجينه فتح والكحكايه عليت شويه وخدت شكل كده معين، وزي ما انتم شايفين النقشه واضحه جدا عليه، ما اختفتش ولا حاجه، وبرده لما تستوي مش هتختفي. كده هو خمر. انا دلوقتي هدخله على فرن متوسط الحراره، يعني هحطه على فرن حوالي 180 درجه. انا مسخناه كويس جدا جدا، لازم يبقى الفرن سخن جدا جدا، وبعدين لما الكحك يدخل هيقعد على فرن متوسط الحراره، مش هيقعد كتير. خدوا بالكم احنا مش هنستنى الوش ده يحمر، احنا هنستنى تحت بس يبقى لونه اللون اللي استوى اللي هو البني الفاتح الجميل ده، والوش ده مش هيبقى بني، هيدنه ابيض كده زي ما هو. ليه بقى؟ لان انا ما حطيتش نص كوبايه سكر او كميه سكر كبيره عشان يحمره لي من فوق من تحت، لا انا عايزه طعمه بيبقى اجمل بكتير وهو يكون فاتح من فوق ومن تحت مستوي. طبعا هدخله الفرن ولما يطلع من الفرن هوريه لكم. ده بقى شكل الكحك بعد ما طلع من الفرن. عايزه اوريكم بقى ان هو ما احمرش من الوش، لكن هو من تحت زي ما انتم شايفين هو مستوي كويس جدا. لازم طبعا اكسر لكم كده كعكيه عشان تشوفوا من جوه عامل ازاي. بصوا ما شاء الله الكعك عامل ازاي ومتماسك، والملبن فيه سايح وشكله جميل جدا. بجد جربوه مش هتندموا، ان شاء الله تدعوا لي لما تعملوه. عايزاكم تجربوه تكتبوا لي في التعليقات عملتوا ايه واخبار النتيجه بتاعته معاكم ايه. هقدمه بقى واحط عليه السكر واوريه لكم. ده بقى الشكل النهائي للطبق بتاعنا. شفتوا الكحك شكله جميل ازاي، النقشه بتاعته باينه حتى من تحت السكر. عايزه اقول لكم ريحته جميله جدا جدا عشان ريحه الكحك والمحلب. جربوها وضيفوها للكحك السنه دي وشوفوا اثرها ايه على الكحك، فعلا طعمه جميل جدا وشكله جميل جدا. حتى لو انتوا استبدلتوا السمنه البلدي بسمنه نباتي مفيش اي مشكله، المهم ان احنا هنعمل كحك برده، مش هنقف عند اي امكانيات. وعايزه اقول لكم كمان ان لو الفيديو عجبكم تعملوا لي لايك وشير وتشتركوا في القناة عشان ان شاء الله يوصلكم كل جديد، وعشان ان شاء الله لسه هعمل لكم حاجات حلوة كتير خاصة بالعيد. اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله.